حاليا احنا متواجدين في المطار الخاص بالعريش، استلمنا عدد من المواد الغذائيه قادمه من دبي، وفي انتظار الوقت الحالي يعني ان احنا نسلمها لاخواتنا في غزه، ولكن ده طبعا بحين التنسيق مع المعبر الخاص بالجهات المصريه ان هو يفتح، وهنتعاون ان شاء الله مع الهلال الاحمر الفلسطيني بتسليمهم المواد الغذائيه الخاصه بينا.